السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيك يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ زي ما انتوا عارفين، انا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده ان انا مستنية الامهات دي تبيض، فلقيتها اول امبارح عملت صوت كده اللي هو صوت البيض، فبيبقى لها صوت معين كده لما الام او النتاية بتبيض بتعمل صوت معين كده تعرفك ان هي باضت. فدخلت اشوف على طول، كنا بالليل، فما لقيتش حاجه، فقلت استغربت هي بتعمل الصوت ده ليه، هي ما بتعملوش الا اذا كانت باضت. تاني يوم اللي هو امبارح عملت الصوت كده حوالي الساعه 9 بالليل، فدخلت اشوف، دخلت بالجري اشوف، لقيتها باضت، بس البيضه بتاعتها بيضه برشت. واكتشفت كمان ان في تحت في مكان الفضلات بتاعتهم بيض برشت، بس طبعا مش عايزه اوريه لكم علشان المنظر وكده ما تقرفوش. فلقيت عندهم بيض برشت، طبعا هو باظ خلاص، يعني متقطع وباظ. هي تقريبا بدوب بيض صغير جدا، فنزل من السلاكه من بين السلك وبعضه، فنزل تحت في الفضلات. فان شاء الله تعالوا كده نشوف شكل البيض اللي اتباض طبعا، وفي غيرها باضم، بس بيض ايه هوريه لكم دلوقتي، ونشوف شكله ايه، ونشوف هنتكلم فيه. زي ما انتم شايفين كده حباب قلبي، لما دخلت امبارح لقيتها بيضه بيضه، سبحان الله العظيم. زي ما انتم شايفين كده هي بيضه برشت، شايفين شكلها عامل ازاي اهي. ولقيت كذا بيضه بالشكل ده في اللهم صل على النبي، في الصاجه بتاعه الفضلات بتاعتهم، كذا واحده من دي متكسرين ومرميين في قلب بتاعه الفضلات. ولقيت ثلاث بيضات صغيرين بالشكل ده، شايفين حجمها صغنن ازاي. ده طبعا بيبقى شكل البيض اول ما بتباض. ولقيت واحده هي دي قشرتها ضعيفه جدا، متكسره زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده بيبقى نقص فيتامينات واملاح معدنيه لما بتبيض معانا البيض بالشكل ده. ليه؟ لان انا لما بلاقي ان القطيع بتاع السمان بتاعي صحته جيده وشكله باذن الله حلو ومش محتاج مني علاجات ولا كلام من ده، فبوقف العلاج خالص. فلما بيجوا يبيضوا معانا البيض بالشكل ده، طيب الحل عندكم يعني الحل ايه؟ لما تلاقي السمان عندك لما يبيض بيبيض البيض معانا بالشكل ده، بننزل ليه بفيتامينات واملاح معدنيه ورافع مناعه. لان طبعا زي ما قلت لكم ان انا لما السمان عندي بيبقى صحته كويسه، فما عدتش بحط له اي كلام من ده خلاص، يعني انا بطمن ان هو صحته كويسه خلاص، هحط له علاجات ليه. فلما يبيض عندك البيض بالشكل ده، فبتنزلي له في الميه بالاملاح المعدنيه والفيتامينات، وبتحطي له برده رفع المناعه ده، بس طبعا ده يوم وده يوم وده مرتين في الاسبوع، وطبعا مكتوب عليه طريقه الاستخدام. خلاص تعالوا كده، زي ما انتم شايفين البيض اهو قدامكم بالشكل ده. ده اول بيض بيتباض عندي من السمان، القطيع السمان اللي هم ست امهات ومعاهم ذكر، فربنا يكرم ان شاء الله. طبعا احنا مش هنبقى نرقد منهم، طبعا القطيع ده انا عايز ارقد منه باذن الله تعالى، الله المستعان. فمش هرقد منه الا بعد 10 ايام ان شاء الله، عشان اطمن ان البيضة جيدة وانها ملقحة بشكل جيد باذن الله. تعالوا كده نشوف معايا السمان بتاعي الصغير. ده السمان القطيع بتاعي الصغير اللي طالع عندي في الفقاسة المنزلية. طبعا كلكم اللي متابعيني واللي مش متابعيني، انا منزلة الفيديوهات عندي على القناة من اول ما كان لسه بيتباض لحد ما حطيته في الفقاسة، والدورة كاملة عندكم باذن الله في الفيديوهات عندكم في القناة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده امبارح بالليل لما دخلت ان اشوف البيض، فاكتشفت ان في سمانتين صغيرين واقعين بره، وشكلهم كانوا واقعين من ورا السلاكه بقالهم حوالي يومين ولا حاجه، كانوا عندهم جسمهم ضعيف كده، جسمهم ضعيف جدا وتقريبا مش قادرين يقفوا على رجليهم، بقالهم يومين ما بياكلوش، وما اكتشفتهمش بصراحه الا لما خرجولي بره، وحطيتهم على طول مع السمان. طبعا معلش باينين لان طبعا هم اكلوا وشربوا، والحمد لله انا اكتشفتهم كانوا ماتوا من الجوع زي ما انتم شايفين كده. وانا مستغربه بصراحه والله هم خرجوا منين، لان انا مقفله كل الاماكن في السلاكه بالكرتون والسيراميك،
ومقفله كمان باب الاكاله. فبصراحه انا مستغربه، ممكن يكونوا يعني مش معقوله خرجوا فحصوا نفسهم عشان يخرجوا من مكان زي ده؟ يعني شايفين يعني عندك هنا الذكر الصغير ده يا دوبك رقبته اللي خارجه علشان يشرب، فمستغربه ازاي هم خرجوا من السلاكه كده، يعني سبحان الله العظيم. زي ما انتوا شايفين كده، ده ايه السمان الصغير وده السمان الابيض. طبعا كلكم اللي متابعين الحلقات معايا عارفين السمان الابيض من يوم ما جبته، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايز اقول لكم يا جماعه، فاكرين الحلقه اللي انا اتكلمت فيها وقلت ان السمان هادي وعامل زي الفراخ البيضه وهادي ومش عارفه ايه؟ والله يا جماعه اقسم بالله في نفس اليوم بالليل لقينا معركه، شايفين لقينا معركه جامده جدا وضرب، وطلعنا نجري انا وابو حمزه، لقينا اللي عاملين له حبس انفرادي فوق ده ذكر ماسك القطيع ضرب ومعورهم في دماغهم وفي رجليهم. طبعا احنا عملنا له حبس انفرادي كده لوحده عشان يتعلم الادب، بقاله حوالي 4 ايام كده لوحده. قلنا طيب ننزله معاهم تاني نشوف، لقيناه نفس المنظر نازل فيهم ضرب، معرفش هو جاله توحش ده مش عارفه في ايه، جاله سعار الله اكبر. فشلناه من عند القطيع خالص، وزي ما انتوا شايفين كده القطيع بعد ما كان قاعد هادي نادي كده سبحان الله العظيم، زي ما انتوا شايفين كده مانيش عارفه ايه اللي حصل له كده فجأة، بس هو ما شاء الله كصحة وبصحة جيدة بسم الله ما شاء الله. بس زي ما قلت لكم عملنا للذكر اللي كان عامل المشكله الجامده ده حبس انفرادي، بدل ما كان يموتهم من الضرب ويموتوا بعض يحصل لهم حاله افتراس لبعضهم، الله المستعان يا رب. زي ما انتم شايفين، مع انه والله يا جماعه انا قص جناحاتهم، يعني مش سايبه جناحاتهم، قص السلاح بتاع جناحاتهم من الطرف يعني. وخلوا بالكم وانتم بتقصوا من الاحسن تقصوا ريشه من عند جدرها من تحت، تخلوهم ينزفوا ويصفى دمهم ويموتوا. فخلي بالكم لما تيجوا تقصوا من ريش السمان تخلوا بالكم قوي من الموضوع ده خلاص. وطبعا الاكل قدامهم باستمرار والميه، وزي ما احنا قلنا في الحلقه اللي قبل كده بتحط على العلف بتاعك على كل كيلو 100 جرام من فول الصويا ومعلقه صغيره من الكركم، ده بيخليهم ياكلوا اكتر ويكبروا باذن الله ويبقوا بصحه جيده. طبعا مع الاهتمام بالنظافه يا جماعه، بأكرر الاهتمام بالنظافة مهم جدا جدا لأي طائر، سواء سمان فراخ بط حمام، النظافة مهمة جدا جدا عند الطائر حتى ما يجلوش حشرات ويبقى بصحة جيدة بإذن الله. ناخد كده نظرة على الأخيرة قبل ما نمشي. زي ما قلت لكم الحمد لله هو القطع بض عندي، بس طبعا لسه في بداية الأول يوم يبيض، فالبيض نازل عنده صحته تعبانه شويه يعني، فبننزل له بقى بالاملاح المعدنيه والفيتامينات ورفع المناعه باذن الله. وعندكم الطريقه، لو عندكم العلاجات بتبقى مكتوبه على كل علبه الدواء مكتوب عليها ان تحط لهم ميه في الميه قد ايه. خلاص كده يا حبايبي، ده العلاجات اهي شكلها، دي العلاجات اللي عندي. طبعا هي ممكن تختلف من مكان لمكان، في اي صيدليه بيطريه ممكن بيختلف شكل العبوه طبعا تبع كل شركه. وده شكل البيض في النهايه، بس حبيت اوريه لكم، ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفائض دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.